حابب في اول حلقه النهارده اني احيي المتبني الاول لملاكمه المحترفين في مصر الذي لا يكل ولا يمل، الكابتن لؤي دعبس. ومن وجهه نظري ان الكابتن لؤي دعبس هو صاحب الفضل لوصول ملاكمه المحترفين في مصر للمستوى اللي بنشوفه عليه النهارده. إذا كابتن اهلا عمرو، ازاي؟ يعني برضو كنت بقول الذي لا يكل ولا يمل. الحمد لله يعني الحمد لله. والله النهارده احنا في حدث تاني ناجح، ومن نجاح لنجاح بنشوف ملاكمه المحترفين في مصر مستواها مش هنقول بدا يعلى، لا ده احنا بنقول هو بدا يحقق قفزات. الحمد لله. احنا النهارده طبعا يوم تاريخي في تاريخ ملاكمه المحترفين بالنسبه لمصر. احنا النهارده اللاعب بتاعنا اندريا هيلاعب بطل اوروبا، ده المصنف الثالث على العالم. اندريا الحمد لله وصل المصنف الرابع، فان شاء الله لو كسب الماتش النهارده هيبقى هو المصنف الثالث على العالم، ودي طبعا حاجه تشرفنا كلنا وتشرف مصر كلها يعني. اكيد. وتهيالي ده كابتن بيبقى دافع للملاكمين التانيين. طبعا انت 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 معانا من زمان، وشايف دلوقتي ان احنا عدد اللعيبه بيزيد والمستوى بتاعهم بيعلى، والحمد لله احنا ماشيين كويس جدا يعني. الحمد لله. كابتن، يمكن المختلف النهارده برضو ان في لعيبه منضمين حديثا لملاكمه المحترفين. احنا كل مباراه بنعملها بنحاول ندخل 2 أو 4 ملاكمين من الجداد، بحيث ان احنا نشوف مستواهم وهو يخش في المود بتاع الحلبه بتاعه المحترفين واللعب والطريقه بتاعه المحترفين، لان انت عارف ان هي مختلفه شويه عن طريقه الهواه. فبنحاول نشرك اكبر عدد من اللعيبه اللي احنا شايفينها عشان نقدر نطلع منهم، احنا لينا نظرة طبعا نقدر نطلع البطل ومين اللي هيكون بطل، وده عايز شغل ايه، وده عايز استعدادات ايه وكده. افهم من كده برضو ان ال بي سبورتس بروموشنز ليها رحلات استكشافية وبتكتشف كمان اللاعبين، مش معتمدة على اللي بيجي لها. طبعا احنا موجودين في كل بطولة بتتعمل، اي بطولة ملاكمة للهواة احنا موجودين فيها، عشان احنا لينا نظرة مختلفة. بنقدر نقول ان اللاعب ده يجي منه، اللاعب ده ينفع، اللاعب ده ما ينفعش، ده ناقصه ايه، ده المفروض الشغل اللي تعمل معاه ايه. وطبعا انا برضو بحب اوجه الشكر للدكتور عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري لملاكمه الهواة، لان ده يعني الاب الروحي بالنسبه لنا، وان هو برضو احنا طريق وهو طريق، بس هو برضو عينيه معانا وبيقدر ان هو يشجعنا ويشوف اللعيبه اللي هي ما تنفعش في الهواة بتنفع في المحترفين، فهو برضو بيدعم معانا بصراحة. يعني أنا كمان كنت بسأل حضرتك ليه السؤال ده، لأن المشاهدين شافوا حلقة الأسبوع اللي فاتت كانت البطولة بتاعت الشباب الناشئين، وحضرتك كنت موجود، وأنا أظن بعيدا عن أكيد حضرتك يعني الدعوة بتيجي من الاتحاد، بس أنا أظن أن حضرتك متواجد كمان للمتابعة. لا هو أي يعني هو المستوى. الاتحاد فعلا بعت لي دعوة شخصية، وطبعا دي حاجة تشرفني يعني أن أنا أكون معهم ومع بلدي، لأن البطولة العربية يعني مصر، فاحنا مع مصر في اي حاجه، واي حاجه فيها ملاكمه احنا موجودين فيها، لان كل ده بينصب على الرياضه نفسها، الرياضه بتاعتنا اللي هي الملاكمه اللي احنا بنحبها وان احنا قضينا طول عمرنا فيها. فاحنا كل امنياتنا كهواء مثلا ان احنا نوصل الاولمبيات ونجيب ميداليات اولمبيه، وكالمحترفين ان احنا نوصل للحزام اللي احنا فيها دلوقتي دي. وانا الحمد لله فخور جدا باللعيبه بتاعتي وبالتيم بتاعي وبالكابتن ريتشارد نوبه، واحنا بنعمل مجهود من 2003، الحمد لله هو ربنا اللي بيكلل مجهودنا دلوقتي. لا اكيد الحمد لله. يعني يمكن كنا شاهدين معاكم على المشوار دوت، انتوا معانا بقى من اول المشوار يعني. فانا برضو النهارده احنا شايفين تقدم فعلا كبير جدا. كابتن لؤي بقى، ايه الخطط وبتشتغلوا على ايه، وايه اللي احنا اللي انتوا بتحضروا له؟ يعني احنا في تنسيق دلوقتي ان شاء الله مع وزاره السياحه، عشان عايزين نعمل مهرجان دولي لملاكمه المحترفين، فعايزين نعمله في بلد سياحيه يعني شرم، الغردقه، الجونه، الاقصر، اسوان، بنختار اي بلد من البلاد دي، وهنجيب ابطال عالم وهنجيب ضيوف شرف زي تايسون، هوليفيلد، شوجر ري، هاجلر، ليلى، اللي هم الجماعه الاسطوره بتوع الملاكمه، لان الجماعه دول لما بيجوا التلفزيونات والقنوات بتاعت بلادهم بتيجي وراهم. فاحنا عايزين نبين للناس للعالم كله ان احنا بلدنا هي يا جماعه امنه وسيف لاي حد يجي عندنا، وفي نفس الوقت بنبين المستوى التحضيري بتاعنا احنا وصلنا لايه. يعني احنا الحمد لله لو يعني كل ما الامكانيات بتعلى كل ما بنقدم حاجه اعلى من اللي قبليها، وان كان انت معانا من زمان وشايف احنا بدانا ازاي، احنا كنا بنلعب في الشارع زي ما انت فاكر يعني. دلوقتي احنا الحمد لله في انديه كلها بترحب بينا وعايزين يعملوا الموضوع،
فهو التنسيق مع وزارة مع هيئة تنشيط السياحة في وزارة السياحة، لأن طبعا يقدروا يوفروا لنا تذاكر الطيران، الإقامة بتاعة الفنادق، المكان اللي احنا هنلعب فيه. احنا فان شاء الله يعني احنا عاملين نحضر ومستنين الاجتماع الجاي مع هيئه تنشيط السياحه عشان نقدر نحدد الوقت باذن الله. ان شاء الله باذن الله موفقين يا كابتن، وسعيد ان انا متواجد معاكم النهارده، وايفنت ناجح جدا إن وان شاء الله كل اللي جاي يبقى مش هنقول بنفس المستوى ده اللي هو مستوى النجاح، لا مستوى اعلى كمان ان شاء الله. ان شاء الله واحنا بنوعدكم باذن الله ان احنا ورا ملاكمه المحترفين لغايه لما النجوم بتوعنا يبقوا نجوم معروفين في الشارع ونجوم عالميين. واحنا ما عندناش محمد صلاح، لا احنا عندنا محمد صلاح وعندنا كرم جابر وعندنا محمد رضا والباز واحمد اسماعيل، وان شاء الله احنا هنقدم حاجات اقوى من كده باذن الله. لكن